بس الطحينه ليها برضو طريقه، عشان انا برضو تخصص طحينه. اتفضلي. الطحينه المسروه برضو بيحطوا عليها خل. ايه المسروه؟ عشان انت اسكندرانيه. طيب ماشي يا ستي. معلش. ماشي يا ستي. هما بيحطوا عليها خل. الخل على الطحينه لا، دي غلطه شنيعه. ما. انا عايزه الناس اللي سامعيني دلوقتي او بيتفرجوا علينا يعملوا الطحينه بالطريقه اللي هقولها دلوقتي، ويشوفوا فرق الطعم بينها وبين الطحينه اللي بيتحط عليها خل. اوكي. اوكي. احنا بنجيب شويه طحينه على حسب السمك بتاعها، بنحط عليها معلقتين زبادي. معلقتين زبادي، وبنحط عليها ليمون، ثوم مفروم مع نص قرن فلفل حراق، معلش عشان انا بحب الاكل سبايسي. وبتتقلب معاها كمون وملح بس. كمون، ملح، معلقتين زبادي، وثوم مفروم. مفيش زيت؟ مفيش زيت. ولا زيت ولا خل؟ ولا زيت ولا خل. انا عايزاكم تدوقوا بجد الطحينه دي لما تعملوها في البيت، يعني بليز دوقوها وقولوا لي يعني ايه الطعم، يعني عرفوني. طب كده تعرفوا توصلوا لي يعني. طحينه وزبادي وثوم وليمون. اه بالظبط. وملح. بالظبط. وهتطلع عامله زي اللي بنغمسها لوحدها دي واللي بنحطها على الساندوتش. انا دي اصلا لما بحطها عقبال ما تطلع من المطبخ على السفره بكون ضربت نصها وانا واقفه. بقى ايه رغيف بلدي عادي يعني.